العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبحق العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبحق الصحابة الكرام، وبحق الأولياء والصالحين، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا يا مغيث واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق بين العروسين كما وفقت بين سيدنا علي والسيدة فاطمة، وكما وفقت بين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين الصالحات. اللهم أخرج منهما الذرية الطيبة المباركة، واجعلهم اللهم راضين مرضين، هادين مهدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق كل المسلمين مع أزواجهم، واجعلنا جميعا مما رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين. اللهم زوج العزبان من المسلمين. اللهم زوج العازبات من المسلمين. اللهم استر نساءنا ونساء المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الإزم وتنال به الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نية التوفيق بين العروسين والمسلمين أجمعين. الفاتح.